لماذا يسمى اليوسفي في مصر بهذا الاسم؟ كان من بين من تعلموا بالخارج شخص يدعى يوسف أفندي، والذي كان قد أتى ببعض أشجار فاكهة جديدة، اشترى منها مقدارا كبيرا من سفينة بالقرب من مالطا وقادمة من الصين واليابان. كان يوسف أفندي يحمل طبقا من الفاكهة الجديدة وعرضها على محمد علي باشا الذي أعجبه طعمها، وسأل الطالب ماذا سيكون اسمها في مصر، فأجاب نسميها طوسوم باشا ابن محمد علي. فتأثر محمد علي من هذه المجاملة وقال له حسنا سنسميها يوسف أفندي. ومنذ ذلك الحين أصبح الاسم الشائع لهذه الفاكهة هو يوسف أفندي، إلى أن صارت بعد ذلك يوسف أفندي أو يوسفي. وأمر محمد علي أن تخصص أراضي بالدهلقية ليوسف أفندي ليشرف بنفسه عليها.